دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض ملتقى الطب التجميلي، والذي أقيم بشكل ناجح في موسمه الخامس، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. إحنا اليوم في الملتقى نقدم استشارات مجانية، نعرض على العملاء اختلاف التخصصات الموجودة في القطاع، أيضا نقدم استشارات مجانية، وآخر ما توصل إليه مثلا العيادة من خدمات وأجهزة وتطور في الطب الحديث. وحظي الملتقى بحضور وإقبال كبير وواسع من الزوار، إذ يعد الحدث السنوي الأبرز بالمملكة، والذي يجمع كبار المستشفيات والمراكز الطبية التجميلية تحت سقف واحد، ويتيح للجمهور التعرف على أحدث التطورات في عالم الطب التجميلي والاستفادة من المعلومات الطبية المقدمة في اللقاءات المفتوحة للأطباء. هو ملتقى الطب التجميلي الميزة فيه أنه هو بيضم تقريبا أضخم الخبرات التجميلية في المملكة العربية السعودية، بيناقشوا بقى أحدث التقنيات التجميل، بيبقى فيه مناقشات مع الزوار عشان زيادة التوعية في المجال التجميلي وأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة اللي بتنزل واللي ليها تأثير كبير في مجال التجميل. في مجال الأسنان اللهم لك الحمد، اليوم الشعب أصبح عنده وعي في عملية أهمية المحافظة على هذه الأسنان، والمحافظة وخصوصا المحافظة على سلامتها أولا، ومن ثم التجميل لظهور الإنسان بمظهر جميل أثناء الحديث أثناء العمل أثناء تأدية وظائف في العمل. وحقق الملتقى في السنوات الماضية نجاحا ملحوظا من حيث إقبال عدد الزوار الذين وصل عددهم إلى أكثر من 28,000 زائر، وشهد هذه السنة إقامة ما يقارب 100 ورشة عمل، بالإضافة إلى عقد لقاءات مفتوحة مع أمهر الاستشاريين والأطباء المتخصصين في القطاع الطبي التجميلي.